مباشرة من دوار وزير الفتحة في تشييع جثمان الراحل القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي وقيدوم البرلمانيين كذلك هنا وكذلك بأزمة أبو زيد رحمه الله مسعود أبو زيد مباشرة من أمام المنزل كما تشوفوا أداء واجب العزاء أصدقائه رحم الله الفقيد أبو زيد الذي أعطى الشيء الكثير لهذه المنطقة ولإقليم سيدي بنور كان من خيرة قيادي هذه المنطقة. أمام منزل المرحوم أبو زيد دائما مباشرة. غادي ناخذوا الان بعد التصريحات بعض الاصدقاء ديالو العزاء. السلام عليكم. اذا الان انت مباشره من حق المرحوم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه. كما سمعتم الكلمه التأذينيه اثناء الدفن نودع اليوم عالما من اعلام دكلا ورجلا شهما مناضلا ورجلا كان يدافع عن معاناة السكان ومعاناة المدنيين سواء عن طريق تنظيماته الحزبية وكذلك الصحافة. قد مثل السكان سواء على الصعيد المحلي كرئيس مجلس بلدي زمامرة ومثل السكان على الصعيد الوطني كنائب برلماني باسم الاتحاد الاشتراكي. وقد كان رجلا ذو مواقف شهمة وكان ذو مواقف قوية وكان يحمل ملفات كثيرة للدفاع عن المظلومين وللدفاع عن المحرومين من حقوقهم. وتودع المنطقة رجلا قل نظيره لأنه كان إنسانا شجاعا كان لا يهاب في كلمة الحق دومة لائم رحمه الله وأسكنه فسح الجنات. السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لساكنة إقليم زمامرة كان رجل يدافع عن المظلومين ويدافع عن كل صاحب حق. فكان الناس يحجون إليه من المنطقة ليستشيرونه وليحملونه ملفاتهم الصعبة الشائكة ليعالجها مع المسؤولين إقليميين ووطنيين. أما في الاتحاد الاشتراكي فكان رجل من الرجال الذين من المنظمين داخل المنطقة داخل كان عضو للاتحاد الاشتراكي الشعبية كان من الذين ينظمون كان من وكان رجلا ذا أخلاق وذا سلوك وكان كانت كلمة لأحد الأصدقاء ديال السي أبو زيد رحمه الله بهذه المنطقة. كما كتشوفوا أنا تواجد من أباب بيت الراحل أبو زيد في تعازي أصدقائه وكذلك جيرانه بهذه المنطقة. كما كتشوفوا معنا دائما في مباشرة على قناة شو تي في. كما كتشوفوا دائما مباشرة على قناة شو تي في في حفل تشييع جنازة
دائما مباشرة على قناة شوف تي في من أمام منزل القيادي لحزب الاتحاد الاشتراكي محمد أو أبو زيد مسعود أبو زيد. كما كنشوفوا دائما احنا مباشرة تشييع جنازة رجل عظيم، رجل سيدي بنور أعطى كثير حزب الاتحاد الاشتراكي كبرلماني سابق كرئيس مجلس جماعي سابق هنا في منطقة الزامرة التي تشهد له بالكفاءة وبالحب وبالخير. شوفوا شوفوا الأخ ديالو دائما مباشرة على قناة شوف تي في. أنا غادي معنا الأخ ديال المرحوم كلمة في حق المناضل والإطار والبرلماني السابق هنا بإقليم سيدي بنور سي أبو زيد. السلام عليكم ورحمة الله. أشكر بداية أشكر جميع الإخوان اللي نقلوا باش يحضروا الدفن ديال الأخ والمناضل أبو زيد مسعود الذي سخر وقته كله للنضال والتضحية من أجل هذه المنطقة، رحمه الله وتغمده في روح طاهرة. وشكرا للجميع، شكرا لشوفتي. كلمة معبرة ممكن حد كلمة اخوان كما كتشوفوا اخوان تعازي في البرلماني وقيدوم الجامرة. غادي نشوفوا احد كتشوفوا معنا دائما مباشرة هنا من مسقط رأس. أنا معنا أحد كذلك أعضاء كصديق وكزميل لكم. الله معكم، الله أخذ. اش غادي نبنى، اش غادي نقول في السي مسعود؟ السي مسعود كان أخ وأب، كان أستاذ مربي بامتياز، ربى أجيال وأجيال في التعليم، يعني في التربية والتكوين، في مجال التربية والتكوين، وتربينا عليه أديه كذلك كأستاذ في النضال، سواء في النضال السياسي أو النضال النقابي. سي مسعود أبو زيد لا يسع الوقت ولا يمكن أن أتكلم عن مناقبه وأتكلم عن محاسنه في لحظة مثل هذه، في هذه اللحظة الحزينة. اختصار نودع رجلا شهما عاش، شهما عاش شامخا الى ان لقي ربه رحمه الله عليه. انا لله وانا اليه راجعون. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتغمده برحمته وان يسكنه بجوار نبيه صلى الله عليه وسلم. كيف عايشتم ابو زيد في النضالات وفي تضحياته جسام ناحيه هذه المنطقه؟ سي مسعود ابو زيد تعرفنا عليه كمناضل في النقابة الوطنية للتعليم، كمناضل سياسي في الاتحاد الاشتراكي، كان أستاذا في النضال سواء في المجال النقابي أو المجال السياسي. والسي مسعود أبو زيد كان رجل المواقف، ورجل المواقف الصعبة في الزمن الصعب، عندما كانت المواقف تحسب لها ألف حساب، كان السي مسعود رجل المواقف بامتياز. مثل الساكنة في دائرته انتخابية كمستشار جماعي، مثلهم كرئيس بلدية، والكل يعلم محاسنه ومناقبه في هذا المجال. مثلهم كذلك على مستوى البرلمان كممثل للأمة، ودافع عن القبيلة ودافع عن الوطن في جميع المجالات. سي مسعود أبو زيد يبقى أستاذ
أستاذ في النضال السياسي والنقابي والجمعوي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه، أن يتغمده برحمته وأن يسكنه بجوار الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهمنا ودويه وأهله وأصدقائه وجميع المناضلين والمناضلات عبر التراب الوطني جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون كما تكون معنا. الشخصية واعرة على الحرش استقلالي ولكن الخدمة الحركة الوطنية نسمع معها مكشوفة على قناة شوف تي في في تعاد نقيد مع مسعود أبو زيد ودعت المنطقة. هذا الرجل، السلام عليكم، أنت مباشرة معنا على قناة شوف تي في، كلمة بحق المناضل الزميل والصديق أبو زيد. تذكروا الآن وتذكروا المواقف عشناها جميعا حينما كانت تنسيق العطلة بين حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي. لقد كان يمثل حزبه أحسن تمثيل في التنسيق ويدافع عن المادة، وكنا نتذكر ما كان يقوله المرحومين محمد مصطفى وعبد الرحيم وليد، وكان يتشبث بموقفه مع الاحد. الاخ ابو زيد المرحوم كان يمثل مدرسه في النضال المحلي والاقليمي والجهوي. فياض، لقد كنت اكتب في جريده العلم وكان يكتب في جريده الاتحاد الاشتراكي، وكنا نتناول عن المشاكل لمحاربتها. والحمد لله لقد سجل التاريخ مدادا من الفخر. فهنيئا له بنضاله ورحمة عليه، وألحقه مع النبيين والصديقين والصالحين، ورحم الله المجاهدين محمد بوستة وعبد الرحيم بوعبيد، اللذان كنا نتتبع أقوالهما. وأنا شخصيا كنت أجالس الأستاذ محمد بوستة وكنت أنصت إليه حينما كان يقول من نحن وماذا نريد، وكان يقول إلينا أن بوعبيد مدرسة في إكسليمان في المفاوضات أبهر الأجانب حينما كانوا يدافعون عن رجوع، كانوا يساومون الفرنسيين يقولون إليهم الاستقلال فيقول رجوع السلطان، فلهذا تشبتنا بمبدأهما. رحم الله الأخ أبو زيد. رحم الله أبو زيد في هذه اللحظات بجانب منزل المناضل والقيدوم البرلمانيين محمد أو مسعود أبو زيد. رحمه الله مسعود أبو زيد دائما مباشرة بجانب مع دائما مباشرة من قلب هذا المناضل. أن كذلك مباشرة معنا على قناة شوف تي في مع كذلك قيدوم البرلمانيين وصديق وزميل المناضل الراحل أبو زيد.
سي طاهر شاكير كلمة في حق المناضل والمرحوم مسعود أبو زيد. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا في كل واقع تخون الكلمات الآن لأعبر عن الموقف ديالي، لأنه أبو زيد رجل عرفته في الساحة، عرفته وطني مناضل سياسي طموح، ولا يخاف بذلك لومة لائم. المواقف الصعبة والمواقف الحقيقية والصالح العام، زاد مناضل، كبر مناضل، عاش مناضل ومات مناضل، الله يرحمه. هادشي اللي نقول لك عليه، ونتمناو من الجيل اللي هو رباهم او اللي ترباو على يديه باش ياخذوا المشعل ويخلدوا هذه المسيره النضاليه ديال مسعود ابو زيد، الله يرحمه الله يرحمه. الطاهر جاورته انذاك لما كنت انت في قبه البرلمان، وكان كذلك تسليم النور عن الزمامرة، كيف كانت محطات النضالية بينك وبين أبو زيد؟ فرقتنا الأحزاب ولكن لاقتنا الطريق والمصلحة العامة، فأبو زيد وشاكير كنا في خط واحد دائما في المؤسسات، ندافع بعضنا البعض ونؤازر بعضنا البعض، والله يرحمه دائما كنا نتلاقاو.